هنا روبن مرة ما هي راضية. لازم يا ماما لازم ضروري. هم يأور عارف أنا عارف. لا خذ نفس خذ نفس. هاي كيفكم شخباركم يا جماعة؟ وحشتونا كثير. اليوم فلوقنا غير فلوقنا، غسان وروبين تعبانين مرضانين رايحين الحين المستشفى عشان تعبانين عندهم سخونة مرة مرتفعة ما هي راضية تنزل. روشناهم عطيناهم خافض حرارة ومع المضاد بس مرة. روبين من يوم الخميس اللي فات يعني اليوم الأربعاء بتكمل أسبوع وهي لسه السخونة، مع انها اخذت المضاد كامل الكورس بس برضه سخونتها ما هي راضيه تنزل ولا تروح. وغسان من يوم الاثنين وهو تعبان، سخونه وزكام وكحه، كحه متواصله. فالله يشفيهم ويعافيهم، ادعوا لهم بالشفاء. ودحين رايحين المستشفى، روشناهم واعطيناهم خافض حراره بس مره ما هي راضيه تنزل. دحين رايحين المستشفى عشان نشوف ايش المشكلة. ايوه طلبنا المصعد، نازلين رايحين المستشفى. ادعوا لهم قولوا الله يشفيهم ويعافيهم ان شاء الله ويكون اخر التعب ان شاء الله باذن الله. يلا حبايبي الحين نزلنا ورايحين المستشفى، طبعا نشوف ايش يعطونهم لانه ما نفع معاهم المضاد ولا خفض الحرارة. يلا حبيبي يلا بينا. يلا ماما يلا بس بسرعة، تبغين تصيرين طيبة؟ تبغين تصيرين طيبة؟ لازم يلا يلا. لا خذ نفس خذ نفس. خلاص خلاص ما برافو شاطر. هذه ابنة حساسية هنا روبن مرة ما هي راضية. لازم يا ماما لازم ضروري. روبين الشاطرة أخذت الإبرة خلاص. إبرتين إبرتين بس. شفتي ما عورتك؟ شوية بس صح؟ وهنا غسان حبيبي أخذ الإبرة وبطل بطل ما بكى شاطر صح؟ دحين شوية شوية أنت عشان البخار أحطه لك. طيب أحس البخار يمشي ولا ما يمشي؟ ها؟ أحس ما يطلع بخار، أحسه مكتوم. تحس فيه يا نيتو؟ أنا أحس البخار مكتوم. إلا طبعا أنا ما أحب سرور المستشفيات، لازم أجيب معايا بطانيتي أخليهم عليها وروبين على رجلي. الحمد لله إن شاء الله قدامهم العافية حبايبي. هنا أعطوا روبين خافض حرارة مع مضاد وبرضه غسان نفس الشيء. درجة حرارتهم تخيلوا 39.5 خلاص وأصل 40 الاثنين. بس نيتو كمان بخار عشان عنده كتمة. ها مع مضاد قلبها. الله يجعل معاه الشفاء يا رب، الله يجعل معاه العافية. نيتو صاحي؟ ايوه صاحي حبيبي بس يتفرج جوال. روحي روحي فكي يساعد. سلامات يا عيالي سلامات. يلا سلامات سلامات. الحمد لله خلصنا من المستشفى وطلعنا شوية روقوا صحصحوا بعد المضاد في الوريد والخفض الحرارة اللي في الوريد. خلوا درجة حرارتهم طلعت 39.5 39.5 الاثنين نفس درجة الحرارة بس الحمد لله الحمد لله. شالت اللصق وفكت اللصق قريبنا من البيت ولا جنب المستشفى. كيف تحسون؟ الحمد لله دوم ان شاء الله يا رب دوم. هاي بينا صحصحتي شوية؟ يس بس الشمس مو طبيعي، الشمس مو طبيعي. جو جدة عاد، جو جدة ايش نسوي فيها؟ يلا قربنا من الشتاء، قريب يجي الشتاء ان شاء
شاء الله ما نبغاكم تبردون كمان في الشتاء. لا المتحر الصيف تمرضون والخريف تمرضون والشتاء تمرضون. في الشتاء راح ما في مناعة أبدا. الخريف ما بيصير شيء.